الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبدأ كلماتي هذه بالتحية والتقدير لمن كان سببا في هذا اللقاء، للسادة العلماء الأفاضل في المجلس العلمي المحلي بجرادة على هذا الجهد المستمر والمتواصل في تنظيم هذا المنتدى الشبابي، وأحيي تحية خاصة الشباب ذكورا وإناثا الذي يحضر بكثافة طيلة هذه الدورات ويشارك بإيجابية في هذا الحوار حول قضايا مهمة توالى الحديث عنها طيلة الدورات الماضية. الموضوع موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في جانب المتعلق بالعنف، حضور العنف فيها موضوع خطير بلا شك. ولعلنا اليوم أصبحنا ندرك أكثر من أي وقت مضى الأثر الخطير والسريع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عموما في حياتنا اليومية، كما سأقف من خلال بعض المحطات، وخاصة استغلال هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، في نشر صورة العنف وفي نشر ثقافة العنف. ولعلنا تابعنا بأسا كبير خلال المرحلة الماضية في بلادنا كيف استغلت هذه الوسائل بشكل ساذج لدى الكثير من الناس في ترويج صورة عنيفة ومتوحشة لم يبذل أصحابها في سبيل الترويج لها أي جهد يذكر، إلا أنهم جعلوها في متناول الناس، في متناول المتلقي العادي، في متناول أي واحد منا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ليضمنوا لها بعد ذلك الانتشار ويحققوا الهدف الذي لأجله صوروا هذه الصورة ابتداء وسعوا إلى ترويجها. فلننتبه إذن جميعا إلى الأثر الخطير والسريع لهذه الوسائل في نشر صورة العنف ابتداء. وأعتقد أن أهم مدخل لمعالجة هذا المشكل أو هذه القضية، إشكالية وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة من جانب العنف، هو هذا النقاش الهادئ الذي يسهم فيه أهل الخبرة والاختصاص من أمثال السادة الأساتذة الأفاضل الذين يؤطرون هذه الجلسة الحوارية مع الشباب، مع المعنيين المباشرين باستخدام هذه الوسائل والتفاعل معها وتقديم آرائهم وانطباعاتهم ومنشوراتهم حولها. في هذا السياق أحب أن أبدأ بفكرة أساسية ينبغي في رأيي أن تكون موجهة لنا ونحن نفكر أو نناقش قضية وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالشباب، وهي أننا مع الأسف الشديد نعيش في عالم واحد، في عالم مشترك تتفاعل فيه الأفكار والصور والدعايات والتأثيرات المختلفة، فكأننا جميعا ركاب سفينة واحدة وماضون جميعا إلى مصير واحد. في هذا العالم الذي نعيش فيه يتأثر الواحد منا بالصور التي تنتشر حول العنف وحول مظاهره، وتؤثر تلك الصور في بنائه النفسي وسلوكه والسلوكي كذلك. كما أننا نعيش للأسف الشديد في عالم تطغى فيه صورة العنف في وسائل الاتصال. الإحصائيات اليوم تقول بأن الشاب، أي شاب في عالمنا، في المعدل عندما يبلغ سن 18 من عمره تكون قد مرت أمام عينيه 100,000 صورة عنف. قبل أن يبلغ الإنسان، أو عندما يبلغ الشاب أو الشابة اليوم في عالمنا سن 18 تكون قد مرت أمام عينيه في المعدل 100,000 صورة عنف بمختلف أشكال العنف وصوره ومن مختلف الوسائط، يرى بعضها في واقعه أو يرى أقلها في واقعه في محيطه، ويرى أكثرها من خلال وسائل الإعلام، وسائل ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال ثقافة الصورة التي أصبحت مهيمنة ومسيطرة أكثر من أي وقت مضى في عالمنا. طبعا قد لا يعكس انتشار صورة العنف بهذا الشكل
أن هنالك عنفا متزايدا في العالم. الإحصائيات تقول أننا نعيش اليوم رغم كل الحروب ومظاهر الصراع والعنف التي يتعرض فيها البعض، نعيش في عالم أقل عنفا مما كان عليه في أزمنة ماضية. لكن هذا التحسن لا تعكسه أبدا، لا يعكسه الطغيان الصارخ للصورة وغلبة مضامين العنف عليها. الصورة اليوم تلاحقنا في كل مكان، وللأسف جزء كبير من مضامين تلك الصورة متعلق بالوسائل المختلفة والصور المتنوعة للعنف في عالمنا. المشكلة الأكبر أنه في الزمن الماضي كان الخطاب يعتمد على الكلمة، والكلمة عادة تخاطب الأفكار، تخاطب العقول. لكن الصيغة المعاصرة الأكثر انتشارا في الخطاب بين البشر هي الصورة، والصورة في الغالب لا تخاطب الأفكار ولا تخاطب العقول، إنما تخاطب الغرائز والنفسيات والمخيال والأثر المتوقع عند الأفراد في مستوى السلوك، وتخاطب قيمهم بعد ذلك التي يتشربونها بشكل غير واع دون أن ينتبهوا إلى ذلك، فتصير بعد ذلك معيارا للسلوك ومنظارا يرى من خلاله العالم والواقع ويحكمون به على ما حوله. القضية الأساسية إذن هنا أن الإنسان في عصرنا لا يفتح إحدى وسائل الإعلام والتواصل إلا ويرى صورة العنف هذه تحاصره بشكل واضح جدا، وهذه مشكلة ولا شك في محيطنا، لكنها تقتضي العمل على الذات، الاشتغال على الذات، ما يسمى بالفرنسية بلو ترافاي سور سوا، أن نشتغل على نفسي على ذاتي أولا حتى أستطيع أن أتجنب المخاطر والمزالق والمحاذير المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي وخاصة من جانب حضور العنف فيها. كان هنالك قبل ذلك، قبل عصر الصور وسائل التواصل الاجتماعي، حضور للصورة دشنه في المرحلة الأولى التلفزيون وقنوات التلفزة التي أعتقد أننا ناقشنا في منتديات سابقة بعض تأثيراتها الجانبية. ومرحلة التلفزيون أو التلفزة كان يسميها بعض علماء الاجتماع الأمريكي بالعائد الثالث لتخوزيان بارون، أي يعتبرون أن للإنسان أبا وأما وتلفزيونا، أي أنها أن العائد الثالث هو الذي يسهم كذلك في التنشئة الاجتماعية، في التربية، في التكوين النفسي للطفل، في بث القيم فيه، في توجيه رؤيته إلى العالم. وأعتقد أن بعضهم لو عاش إلى عصرنا لاعتبره العائل الأول وليس العائل الثالث، أو لاعتبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظل الإنسان مشتبكا ومرتبطا بها طيلة الليل والنهار العائل الأول وليس العائل الثالث. التلفزيون هو الذي دشن هذا الحضور الخطير للعنف بهذا الحجم في الصورة. وكانت هنالك تجربة منذ عقود خاضها مفكر كبير فيلسوف المسلم رجاء جارودي في إحدى زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليدرس من خلالها أو يختبر من خلالها مدى انتشار العنف في الصورة، في صورة التلفزيون. فدخل إلى الفندق وعد قنوات التلفزيون المتاحة عندئذ للعموم، فكانت 13 قناة، وقرر أن يشاهد كل قناة من تلك القنوات لمدة دقيقة واحدة ويرى ويسجل ملاحظاته. يقول هو في هذا الكتاب أنه شاهد كل قناة من هذه القنوات 13 لمدة دقيقة واحدة. بعد 13 دقيقة سمع 76 طلقة، أي صوت 76 طلقة رصاص. يعني هذا يبين أننا في من حيث لا ندري طيلة الليل والنهار، والواحد يتعامل مع وسائل التواصل، مع الفيديوهات القصيرة، ما يتشرب صور وتجليات العنف من حيث لا يدري. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي اليوم التي ورثت هذا الدور وهذه المكانة وهذا التأثير القوي والحضور القوي للصورة فيها، سأضرب مثالا على ما يمكن أن تحدثه هذه الوسائل من نشر للعنف، بل من تأثيرات خطيرة جدا. في سنة 2014، قبل 5 سنوات، في مدينة تسمى مندلاي
في منطقة ميانمار التي اشتهرت بعد ذلك وصارت عنوانا على التطهير العرقي ضد المسلمين وطردهم إلى بنغلاديش في إطار مأساة المسلمين الروهينجيا. في سنة 2014 توجهت سيدة إلى مركز للشرطة المحلية للإبلاغ عن أنها تعرضت لاعتداء جنسي للاغتصاب من قبل اثنين من زملائها من الطائفة المسلمة. هذه امرأة بوذية ذهبت إلى الشرطة لتشتكي أن زميلين من زملائها تعرض لها وأنها جاءت لتقدم بلاغا بعد فيهما. على إثر ذلك بعد دقائق من ذلك نشر أحد الرهبان البوذيين تفاصيل هذا البلاغ على الفيسبوك، نشر مضمون هذا البلاغ على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة التي نستخدمها كل يوم وهي الفيسبوك. طبعا هذا نشر هذا الخبر تسبب في حالة من الغضب والنقمة أسفرت عن تصاعد خطير في العنف استمر ليومين بين الأغلبية من البوذيين والأقلية المسلمة التي هي من سكان هذه المنطقة، منطقة ميندلاي. طبعا استعادت بعد اليومين استعادت السلطة المحلية السيطرة على الوضع وقامت بإغلاق موقع فيسبوك لمدة معينة حتى تتجنب مزيدا من تدهور الأوضاع. أغلقت هذا الموقع بشكل مؤقت، لكن خلال يومين أسفرت هذه المواجهات عن مقتل وإصابة 19 إنسانا. خبر نشره أحد الرهبان في وسائل التواصل الاجتماعي أسفر خلال يومين فقط عن سقوط 19 ضحية. اتضح بعد ذلك أن القصة التي تسببت في هذه الموجة من العنف كانت افتراء كاملا ليس له أي أساس من الصحة، وتم على إثرها إدانة 5 أشخاص بتهمة بث أخبار كاذبة، من بينهم المرأة التي تقدمت بالبلاغ. خبر كاذب استخدمت وسائل التواصل فيه لنشره وبثه والدعاية له، تسبب في مقتل عشرات الضحايا في عدد من الضحايا، ليتضح بعد ذلك أنه خبر عار عن الصحة وليس له أساس من الواقع. طبعا بعد ذلك تصاعدت هذه الموجة وسببت المأساة التي نعرفها جميعا، وليس هذا مجال الحديث عنها. من المهم أن نؤكد إذن هذه القاعدة، أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكنها أن تكون سلاحا خطيرا ومدمرا، ليس فحسب في مجال التعامل مع الأخبار الكاذبة، ولكن في زراعة العنف، توليد عنف آخر في المجتمع. لنقف الآن وقفة مختصرة مع مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي. أنا في الحقيقة دائما أقول إن ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي ليست أبدا وسائل التواصل الاجتماعي، هي في الحقيقة وسائل اتصال فردي وليست وسائل تواصل اجتماعي، لأن التواصل هذا من أفعال المشاركة التي تعني مشاركة الفرد غيره في الاتصال، أنا أتصل والآخر يتصل فنحن نتواصل. لكن ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة اتصال فردي يظل الإنسان فيها مرتبطا أو مشتبكا مع هذا العالم دون أي قدرة على التواصل. الإنسان فيما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي دائم الاتصال لكنه منعدم التواصل، دائم الاتصال بها لكنه منعدم التواصل مع غيره من الناس على الحقيقة، بما في ذلك أقرب الناس إليه. والدراسات الاجتماعية اليوم تؤكد أن ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على مقدرة التواصل للإنسان حتى مع محيطه الأقرب، مع أسرته ومع أبنائه ومع إخوته الذين تضمهم جدران بيت واحد. ولأنها كذلك فهي تزكي في الفرد وخاصة عند الأطفال واليافعين سلوكيات الفردانية والعزلة، وهذا أمر الآن يركز عليه الطب النفسي والدراسات الاجتماعية، أن وسائل ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي يدفع الأطفال واليافعين خصوصا أكثر فأكثر إلى الفردانية الانديفيدياليزم وإلى العزلة لزلاسل، إلى أن يكون الإنسان منعزلا على غيره من الناس. ونحن نعرف أن العنف بين الناس هو الخطوة التي تبدأ عندما تنسد قنوات التواصل بينهم.
الناس عادة ما يديرون مشكلاتهم بطريقة التواصل، لكن عندما تنسد هذه الوسائل أو يعتقد الإنسان أنه حيلة بينه وبين أي أسلوب آخر في التواصل العادي يلجأ إلى العنف. ولذلك يقولون في الاستراتيجيات إن الحروب هي تواصل بطريقة أخرى، إن الصراعات بين الناس هي نوع من التواصل، لكن تواصل من سدت أمامه أو سد طرق التواصل الأخرى الطبيعية. من هنا ندرك أن هذا وسائل التواصل الحديثة تأثيراتها على الأطفال والشباب في الحقيقة يعني تمثل فعلا دافعا نحو انتشار سلوكيات العنف، لأنها تغلق القنوات الطبيعية العادية للتواصل بين الناس، وهي القنوات الطبيعية الحقيقية، التواصل الحقيقي أو الفيزيكي أي المادي بين الناس بعضهم وبعض. المشكلة الأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي أنها وسائل تركز أو تحرض على التمركز حول الذات. كل أغلب الذين يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي يستعملونها باعتبارها يعني منفسا أو منفذا لذواتهم، صورهم وأمورهم الخاصة أو العامة وتحركاتهم، حتى أصبحت هذه الوسائل تدخل في أخص خصائص الإنسان وحياته الخاصة والحميمية التي هي مفترض فيها أن تدخل في إطار المجال الخاص وليس للآخرين علاقة بها. هذا التمركز حول الذات والتعلق بالعالم الخاص بكل واحد منا وحول متعه الذاتية وما يحب هي كلها قيم مضادة للتشارك، للحضور في المجال العام، للإيجابية، لتقدير الآخرين، لأن الإنسان عندما يتعلم أن يتمركز حول ذاته فهو تنعدم عنده أي معاني تقدير للآخرين، الاحترام لهم، ما يسمى بالسلوك المدني. هذه المسألة نلمسها في مختلف المجالات وخاصة في المدرسة. هنالك دراسات عديدة من بينها تقرير الذي صدر هذه السنة للمجلس الأعلى للتعليم، والذي يتحدث عن القيم وما تشهده القيم وخاصة داخل الفضاء التربوي والمدرسي من تراجع. والسبب في ذلك أن وسائل التواصل الاجتماعي أو أحد أهم الأسباب أن هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، في الحقيقة من بين كافة الطاقات والأبعاد والملكات التي عند الإنسان لا تستجيب إلا لطاقة واحدة يمكن أن نسميها الطاقة البصرية أو العصبية، ولا تنمي إلا مهارة واحدة من مهاراته الغنية والمتعددة، وهي مهارة الانفعال الناتج عن المشاهدة والتتبع المستمر. وهذا هو الذي يفسر العنف اللفظي والمعنوي العالي الذي ينتشر داخل هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، أنها للأسف بيئة لممارسة العنف، للإهانة، للتنفيس عن الأحقاد، لمحاولة القتل الرمزي أو الإساءة المعنوية للآخرين، تشويه صورتهم، مس عرض الناس بالباطل، بث الإشاعات إلى غير ذلك، لأنها في الحقيقة عبارة عن قناة ضيقة تصرف جزءا واحدا من طاقات الإنسان، بينما طاقات الإنسان أكبر من ذلك بكثير ولا يمكن أن تصرف فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، لأن الإنسان ظاهرة أكثر تركيبا من ذلك، ولا يمكنه وهو أسير هذه الوسائل طيلة الليل والنهار أن يصرف فيها كل الطاقات وكل الإمكانيات، لأن هذا أمر غير طبيعي. أضف إلى ذلك أنها تركز على ثقافة الاستهلاك، وثقافة الاستهلاك قائمة على الاستهلاك المادي، على المتعة الجسدية. لذلك تجدون أن هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، تقدس من قيمة الجسد وما يتعلق بالجسد من رغبات ومن تعلي من مقومات الجسدية، القوة البدنية، العضلية إلى غير ذلك، فهي تلغي الأبعاد المواهب الأخرى للإنسان ومعنى من وجود ومعنى وجوده، لتحصر هذا الوجود كله في شكل واحد وهو شكل الجسد، القوة الجسدية، الإمكانات الجسدية. هذه كلها هي الخلفيات التي تجعل العنف منتشرا بهذه الشكل الذي قلنا إنه يمر أمام بصر الإنسان منه 100,000 صورة في كل قبل أن يبلغ سن 18. لذلك ينتشر فيها خطاب العنف كما سبق، ولذلك فهي بوتيرة استعمالها هذه شكل غير سوي
ضد فطرة الإنسان التي قائمة على حسن التعامل مع الآخرين، على فكرة البر ومبدأ البر الذي هو حسن التعامل مع الآخرين، بر الوالدين، بر الأقارب، بر حتى غير المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي التعامل مع الناس بالحسنى. حتى نتعامل مع الناس بالحسنى ينبغي أن نعرفهم، أن نتواصل معهم، أن نحس بهم، أن نحترمهم، أن نقدرهم، أن نتعلم العيش معهم في الواقع وليس في وسائل التواصل الافتراض. القضية الأخطر أن العنف اليوم صارت له تبريرات بعضها ديني، يحاول البعض أن يمرر هذه المفاهيم العنيفة من خلال استغلال الأدلة الدينية والأدلة التي يعتقد أنها تداعب عواطف الناس، ويستغل في ذلك بؤر التوتر والصراع في العالم ليمارس هذا الخطاب. نحن نقتل هنا لأن هنالك قتل في مكان آخر، نحن عندنا حق أن نعتدي على الناس لأن غيرنا يعتدي على ناس آخرين في أماكن أخرى. هذه الخلفية كلها هي التي تنتج لنا العنف، العنف المباشر، العنف ضد الآخرين، ضد الأقارب، ضد الأصول، العنف في البيئة المباشرة، عنف الأزواج ضد بعضهم البعض، مما نراه كل يوم ونسمعه عنه في وسائل الإعلام. سأختم ببعض الإشارات السريعة حول يعني ما يمكننا أن نخرج به من دوامة العنف هذه كما تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، لأن هنالك مداخلة بعد ذلك حول الترشيد الأمثل لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، فسأترك للزميل الأستاذ خالد حسني ليتكلم عن هذا الموضوع. لكن باختصار أقول في ختام هذه الكلمة، إن الإنسان كائن تواصل، خلقه الله ليتواصل مع الآخرين ومكنه من كل الوسائل التي تحقق له هذه الغاية. الله عز وجل عندما خلق الإنسان في أحسن تقويم معنى ذلك أنه مكنه من كافة الملكات التي تسمح له بأن يعيش حياته على مقتضى إرادة الله تعالى فيه وعلى مقتضى الفطرة التي فطرها فيه. فهو كائن تواصل يتكلم مع غيره، وأكبر منة امتن بها سبحانه على الإنسان بعد أن الخلق خلق الإنسان علمه البيان، علمه كيف يتكلم، كيف يتواصل، كيف يعبر عن نفسه باللغة، لا من خلال الوسائط التي لا يعرف فيها من يخاطب ومع من يتحدث. القضية الثانية أن الإنسان، أن الله عز وجل خلق الإنسان بمهارات متعددة كما قلنا في أحسن تقويم، وليس فقط من خلال مهارة واحدة هي التتبع والمشاهدة والتأثيرات البصرية والعصبية التي تقدمها هذه الوسائل، وسائل الاتصال الفردي كما قلت وليس وسائل التواصل الاجتماعي. الفكرة الثالثة أن الجسد والقوة هما بعد واحد من أبعاد الإنسان المتعددة. القوة المادية في الإنسان هي جانب واحد من شخصيته إلى جانب أبعاد أخرى متعلقة بالروح والنفس والعقل وقدرة التعامل مع الآخرين والقدرة على التعلم والقدرة على تطوير الذات والقدرة على الاندماج مع الآخرين إلى غير ذلك من الأبعاد. فالإنسان ليس بعدا واحدا كما يقول صاحب كتاب الإنسان ذو البعد الواحد ماركيز، وإنما هو أبعاد متعددة فئة. النقطة الأخرى الرابعة هي أن الثقافة الدينية ليس مصدر، لا يمكن أبدا أن يكون مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي إلا ما كان منها آمنا، والآن هنالك هذا المفهوم، مفهوم وسائل التواصل الآمنة، أي وسائل التواصل أو المراجع التي يحيل إليها الجهات الموثوقة، في سواء تعلق الأمر بالمعرفة الدينية أو حتى بمصادر البحث الأخرى. وسائل التواصل الاجتماعي هكذا في الجملة هي ليست مصدرا آمن بل مصدرا محفوفا بالمخاطر، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالثقافة الدينية التي يستغلها البعض كما قلنا لترسيخ وترويج مفاهيم العنف بين الناس. القضية التي أختم بها هي فكرة المشاركة الإيجابية. ما يجعل مثال هذه اللقاءات والأنشطة والمنتديات وخاصة بالنسبة للشباب شيئا مهما جدا هي أنها تفجر هذا الجانب، المشاركة الإيجابية، أي أن يخرج الإنسان من عالمه الذاتي ويتواصل مع الآخرين، أن يذهب في أوقات فراغه أو في الوقت المتسع
الذي يتسع له لنشاط آخر ليلتقي بالناس بزملائه بغيره بمن يملكون خبرات وتجارب أخرى، إلى المؤسسات العلمية، إلى الجهات التي يرى في حضوره إليها ومشاركته معها فائدة تعود عليه بالنفع. هنا يتحول الإنسان إلى كائن إيجابي ولا يبقى أسير هذه الفردانية التي تقتنص هؤلاء الشباب إلى مهاوي العنف، وتستخدم اليوم أكثر من أي وقت مضى وسائط التواصل الاجتماعي فخا سهلا وسريعا يسقط في أتونه هؤلاء الشباب ضحية لهذه العنف. ولهذا السبب الحقيقة ينبغي لمثل هذه المبادرات أن تستمر وأن تتعزز، لأنها وسيلة أساسية في التعامل مع المخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة. شكرا لكم.